خلاص كارما هتيجي دلوقتي اهو، هثبت لك حالا ان مفيش اي حاجه بيني وما بينها. خلاص حاولت انقذ جوازك. لا كلمني عدل، كلمني عدل، اقعد بص لي زي البني ادمين. انا حاولت انقذ جوازك كتير قوي يا بيه عشان بس تنسى كارما، بس للاسف بصراحه انا قلت له ما ينفعش. يا اختي جميله، انت قايم بدور الشيطان طول الوقت وجاي دلوقتي تعمل دور امينه رزق؟ لا انا مع الحق، دي اخت مراتك يا جدع، ولا انت يعني لازم تخلص الكبائر كلها في يوم واحد؟ انت عيل سم، اسكت بقى، استنى شويه لو سمحت. انت ايه اللي جايبك اصلا؟ وجيه ثق فيا يا حبيبي، انا ابيه. ماشي. انا من امتى بعمل فيك حاجه وحشه؟ ماشي. هتيجي دلوقتي وهتشوف بعينيك. ماشي. وحشتني يا روح قلب كارما من جوه. لا 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 لا، حقك عليا شفشه، اتاخرت عليك. بس 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 ايدك ساقعه بقى. ايه ده؟ يلا تعالي اقعدي معانا هنا محترمه جدا جدا جنب خطيبي كده، عشان عايز اتكلم معاكي كلمتين. بقى لا انا قلت نقعد محترمين. ايوه. خلاص بقى يا شفشق، ما تقفش. شفشق ايه؟ انا مش شفشق، انا اسمي ابي شفيق، عيب كده. خلاص يا ابي شفشق. انا والله العظيم ما مصدق. ايه ده يا بنتي؟ ده جوز اختك. ما هيطلقها. ايه ده؟ شفشق وعدني ان هو هيطلقها وهيتجوزني على طول، مش انت وعدتني بكده يا شفشقتي؟ ينقطع لساني لو كنت وعدتك بكده. كارما ثانيه واحده، بص كل اللي ما بيننا انتهى. لا اقصد يعني ده لو كان في ما بيننا اصلا اي حاجه. رخص عليك يا شفيق، انا ما بحبش الكلام ده حتى لو بهزار. وبعدين انا وانت متاكدين ان اللي بيننا ده لا يمكن ينتهي ابدا. طب ليه؟ ليه ليه جايبني ليه طيب؟ جايبني تذلني؟ جايبني تغزني بيها؟ يا شفيق يا اخي بقى، والله عيب مش قدام الولد. ياخدها في ترابيزه ثانيه ولا؟ اسكت بقى انت بتسخن. كارما قال يا حبيبتي انت صغنونه، ده انا ابي شفيق، انا كبير. ابوس ايدك، ابوس ابوس ايه؟ ابوس ايدك عالي. انا مش حمل الفرهده دي، وده خطيبك حبيبي. يا نهارك اسود. ليه ليه يا شفيق؟ اختي يا شفيق. بس شيرين انا اصلا جايب كارما ووجيها علشان خاطر ما انا هفهمك. بس هتفهمني ايه؟ ما هي واضحه زي الشمس اهي. ليه يا شفيق؟ ليه؟ ده انا كنت صدقتك وكنت هسيب حماده. ليه شيري؟ شيري انت يا قلبي. ايه ده؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ انت انت فاضي؟ انت فاضي يا نجم عشان تيجي تتحشر في حاجات عائليه؟ بقول لك ايه بقى، كفايه حسد وقرف. بسبب الكلام ده انا قاعد السيزون ده من غير شغل. ايه ده؟ اقول لك على حاجه يا شفيق، انا موضوع حماده ده كله من تاليفي انا، علشان بس احسسك ان انا ممكن اضيع منك وتجري ورايا. ايه المصحف؟ بقول لك على حاجه كمان، انا مع الوقت بقيت احس ان انا بحب حماده، وبقيت حاسه ان انا بكرهك زياده. لا لا لا. شيري بجد، يا دي يا دي يا دي المشاعر، يا دي يا دي يا دي. ايه العبث ده؟ انا مش هكمل معاك يا شفيق يا خاين. مش قلت لك يا شفشق على الباغي تدور ايه؟ الدوائر. هي بتقول يا جرافيا يا فنان. طلعها بقى والنبي يا شفشق عشان نتجوز. والنبي نديكي على بقى. بس يا بنت اوعي. ايه ده؟ هو ده وقت فين؟ على فكره انت جرحت مشاعري قوي يا شفيق. انت اكتر بني ادم انا بكرهه يا شفيق. انا هريحكم مني خالص. اشترك في الباقات الشهريه والسنويه باعلانات وبدون اعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنويه.